أعزائي المشاهدين من فضائيات جادية، أحييكم وأقدم لكم النشرة الرئيسية لهذا المساء. وكما عودناكم كل يوم اثنين نقدم لكم افتتاحية الأسبوع، والزميل السماح حسن الحلو. السادة والسيدات، طبتم وطابت أوقاتكم. إن تطبيق القوانين في المجتمعات إجراء يهدف إلى ضمان حياة يسودها النظام والطمأنينة والهدوء، وأن المجتمعات صارت راقية ومتحضرة بفضل احترامها للقانون والنظم المسيرة لحياتها. وفي هذا الإطار قدم وزير الأمن العام والهجرة في منتصف مارس الجاري بيانا أكد فيه منع ظاهرة مواكب الزفاف التي تنظم بشكل مخالف وعشوائي في بعض المدن، وكذلك منع مرور السيارات ذات الزجاج المظلل، ودعا أيضا إلى ضرورة استخراج التصاريح لمناسبات الزفاف والأفراح، مع ضرورة التقيد بقوانين الحركة والمرور والتخلي عن الفوضى التي غالبا ما تصاحب مواكب الأعراس والزفاف. صحيح إن القرار جيد ويصب في الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين والسهر على النظام والهدوء العام، ولكنه يحتاج إلى تطبيق فعلي وجاد من قبل الجهات المختصة المتمثلة في رجال الشرطة والأمن ومسؤولي البلديات، لأن السهر على تنفيذ القوانين والقرارات يقع أولاً على الجهات المسؤولة، كما أن المواطن الحقيقي هو الذي يعمل على احترام وإنفاذ كل القرارات الصادرة من الجهات الرسمية، وهذه الأخيرة يتحتم عليها بسط هيبة الدولة في كل المستويات. وبالتالي فإن احترام هيبة الدولة يكمن في الرضوخ والانصياع للقوانين والقرارات من قبل كافة فئات المجتمع. ومن هذه الزاوية نقترح على جمعيات المجتمع المدني القيام بحملات توجيهية وتثقيفية لصالح المواطنين لتبصيرهم بجدوى تطبيق مثل هذه القرارات والقوانين التي ترمي إلى بسط السلامة والطمأنينة، وكذلك إقامة ندوات مكثفة بهدف تعريف المواطنين بماهية هيبة الدولة والإجراءات التي تقود إلى بسط واحترام هذه العبارة. ولكي تكون جمعيات المجتمع المدني مدنية وفاعلة، ينبغي عليها أن تساهم في تغيير التصرفات التي لا تليق بالمجتمع، ويبدو أن هذا يعتبر واحداً من أهدافها الواردة في دساتيرها، وعليه نحث الجهات ذات الاختصاص على وضع خلايا توعوية وتوجيهية عبر وسائل الإعلام لتشرح للمواطنين أهمية القرارات والقوانين الصادرة وضرورة الالتزام بها. وبالتالي فإن إنفاذ القوانين وتطبيق القرارات أمر لا بد منه، وعليه يتحتم علينا أن نكون مواطنين مثاليين وصالحين، ونضع في أذهاننا واعتباراتنا مقولة القانون يعلو ولا يعلى عليه، وأن لا أحد فوق القانون. وإلى الملتقى في الأسبوع القادم بمشيئته تعالى.